اسمي بدر الدين ولي، عمري 60 سنة، عندي زوج صغار، انتربرونور في الديجيتال تقولوا، كل مرة الاسم يتبدل، الوقت الواحد يبدا صغير وتوا فما حتى علاقة، لا الامبلاج، الامبلاج تبدل والكونتنيو تبدل وكل شيء تبدل، فبتبقى كان الاسم والهوية وكهو. هو الموضوع هذا المنتل هيلث انا نعتبره مهم جدا، ونعتبره مهم جدا خاطر ما كنتش فاهم منه حتى شيء، وساعة واحد من غير ما يشعر ويظل هي اخطر حاجه ممكنه. ثم حاجات تقوم بهم كونسيامون وانت فايقش قاعده تعمل، فايقه بروحك قاعده تعمل، ثم حاجات ماكش فايقش قاعده تعمل، ويظل لي هما اخطر حاجه. ما يلزمش واحد يخلط مودرنيتي وانترنت وديجيتال، ومعنى ينجم انسان عنده تليفون ديجيتال على الاخر وكل شيء وهو معناها مربط تربيطه مشومه. قاعدين يقولوا اللي الالجوريثم تاع انستغرام تاع فيسبوك يسربيو لك اللي انت تحب تسمعه، دونك فات هي حابس اكثر من حاجه اخرى. الدنيا ماهيش يا انت عملت حاجه يا حس يا وغلطه يا بحسن نيه وحاشاك انت على غلب عليك ولا بسوء نيه وانت انسان ما تتخرجش. لا، ثم حل ثالث، هذا الانسان حاله نفسيه نتاعو هي اللي خلته في الوقت هذاك يقوم بحاجه. دونك ديما في التفكير نتاع الانسان لازم عنده لوبسيون هذه.